نفت المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات نبيلة الرميلي ما تم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال وثيقة تظهر عدد الحالات التي تم اكتشافها بمناطق الدار البيضاء. وأشارت الرميلي إلى أنه لا يمكن وضع خارطة صحية بالنسبة للأشخاص بحيث يتم أخذ بعين الاعتبار مقر السكن ومقر العمل، كما أضافت أن هذه الأرقام ليست رسمية ولم تصدر عن وزارة الصحة. وأكدت المتحدثة أن جميع الأرقام المتعلقة بحالات المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالمغرب يعلن عليها وزير الصحة عبر بلاغ بشكل يومي يعطي من خلاله الأرقام الحقيقية لحالات الشفاء والوفيات وكذا المصابين. جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت صباح يومه الجمعة 17 أبريل 2020 عن تسجيل 245 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 2528 حالة، وبلغ عدد حالات الشفاء 273 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 133.